هذا وتتواصل الاجتماعات المشتركة بين الفريق الحكومي ولجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021 و2022. وقد أكد الفريق الحكومي أن مصلحة المواطن أولوية في برامج وخطط الحكومة، منوها بأن الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية حرصت على تحقيق كل ما فيه الخير للوطن والمواطن بالرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا وتحديات انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية.